بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. ها نحن نلتقي بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر شاشاتكم، شاشات قناة الريان الفضائية، من جديد في يومنا الثاني من على أرضية ميدان البصير، ومع انطلاقات سن اللقاية الحاضرة والمتواجدة لأشواط العامة، ومع اندفاعة ثالث الأشواط وثالث التحديات من المسافة المقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وهي 4 كيلومترات. فمرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدينا الأفاضل عبر البث اللايف على قناة الإنستغرام، مرحبا بالجميع. نسير بحضراتكم وبمسامعكم نحو الصدارة ونحو المركز الأول، حيث تنطلق مزنة بشعار السيد محمد بن طالب بن فرج بن هليل الغفران، يتقدم مع مزنة على المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني المراكز وثاني المنطلقات، الحاضرة الفائزة بشعار السيد عبد العزيز بن محمد بن عويضه البعينين المتقدم مع الفائزة على المركز الثاني، انتقلت بدورها إلى المركز الأول. اسم جديد يقتحم دائرة النداء والإذاعة مع هذه الاندفاعة المميزة، هذه عذبة بشعار السيد عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي، يتقدم مع عذبة بكل حركة عذبة إلى المركز الأول بهذا الاندفاع الممتاز. المركز الثالث، المركز الثالث اسم جديد من هناك يصل ويتقدم هذه الحاضرة والمتواجدة على مستوى المركز الثالث، انتباه بشعار السيد نهيان بن صالح بن محمد الوارد، من يتقدم مع انتباه على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع مع قطوعنا لنصف المسافة ولم يتبقى إلا مثلها على خط النهاية، كيلوين متر فقط تفصلنا عن معرفة الفائزة. والحاضر ارتياد فهد بن محمد بن راشد الدوسري، يتقدم مع ارتياد على المركز الرابع، هذا شعار مهيض صاحب الخنجر الفضي، يتقدم مع ارتياد. المركز الخامس، المركز الخامس والوصول من أحد الضيوف الأعزاء، يتقدم مع الذهيبة سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري، أحد العانين من دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضر ومتواجد. شعار بالقوبع ينتقل إلى المركز الثاني. هذه الخمسة المراكز، هذه الخمسة نجوم سردناها مع ختام ندائنا الأول، لنعود من بعده ونتحول إلى شعار الجفالي، إلى شعار النعيمي، من يحكم القبضة مع عذبة على المركز الأول. عبد الله بن راشد بسيف الجفالي النعيمي مع المركز الأول، مع الصدارة يسير هذا الشوط بسرعة عذبة باندفاعة عذبة المميزة. المركز الثاني، شعارك يا البعينين، قادم 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 مع المنطلقة الفائزة عبد العزيز بن محمد بن عويضه البعينين، وأيضا الضيوف القادمين بشعار بالقوبع، حاضر مع الذهيبة سلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، مع دخولنا في أجواء الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير يا متأخرين. شوفوا تابع مشاهدي العزيز، المركز الرابع الحاضر والمتقدم مع اندفاعة ارتياد فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري وهالي الخريب، يصلون مع أول نداء مع العنود لسعادة الدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، حاضر مع مستوى المركز الخامس، وأيضا شعار بن حفيظ وشعار بن دايل وغيرها من الأسماء ومن الشعارات، قادمة قادمة لا محالة مع تقلص المدى ومع اندفاعة الأصايل. أشوف عذبة، اتحركت عذبة وتحركت الفائزة، طارت اللقاية، طارت
اللقايع في تحديات ميدان البصير مع باكورة انطلاقة هذا الموسم. يتقدم شعار الجفالي النعيمي في المركز الأول، نقطة لإثبات الوجود لإثبات الذات. يحضر ويتقدم راعي عذبة عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي، لكن بالقوبع الضيوف الحاضرين مع اندفاعة الذهيبة. إلى أين يا ذهيبة؟ أين أنت ذاهبة يا ذهيبة؟ ذاهبة إلى الناموس، إلى الانتصار، إلى تحقيق المجد. سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري حمل السلام، حمل السلام والتحايا والنواميس من ميدان البصير إلى حيث ما يقطن شعار بالقوبع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام سلام يا دولة الإمارات، سلام وسلام يا بالقوبع سلام. المركز الثاني كان مع عذبة بشعار السيد عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي نعيم. المركز الثالث، المركز الثالث حضرت الفائزة بشعار السيد عبد العزيز بن محمد بن عويضة البعينين. المركز الرابع، المركز الرابع شبب بشعار السيد علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. بينما المركز الخامس، المركز الخامس كان مع ارتياد بشعار السيد فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام للحظات وصول الذهيبة إلى خط النهاية قطعت مسافة الأربعة كيلومترات في 6 دقائق 16 ثانية و90 جزء من الثانية.